الأردن إلى العالم، عنوان الحفل الذي قدمه الموسيقار إلهام المدفعي من المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمان، وإنما من غير جمهور. الحفل أعلن عنه المدفعي عبر حسابه على منصات التواصل، وعرض عبر خاصية البث المباشر عبر قناته على يوتيوب. وكان المدفعي منذ مارس أعلن عن نيته إقامة حفل افتراضي عبر منصات التواصل دعما لجمهوره خلال أزمة كورونا والحجر الذي يعيشه الناس. الحفل الأونلاين أمس استمر لمدة 30 دقيقة واستقطب خلالها الكثير من محبي المدفعي، واللي أيضا مع استمتاعهم بفن وموسيقى ما قدروا ما يعلقوا على مشاهد المدرج الروماني وهو خالي من الجمهور في منظر يحبس الأنفاس. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبغاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهنا والرجاء في هواك في هواك يا رش العقد بدمو شلشل علي يا الرمان نومي في زعلي هذا الحلو مريد مريد ودوني لالي منظر يحبس الأنفاس. وينضم إلينا من عمان عبر سكايب الموسيقار إلهام المدفعي. أستاذ إلهام، أهلا وسهلا بك معنا في تفاعلكم، كل عام وأنت بخير وعيدك سعيد. أولا سعيدين جدا بانضمامك إلينا هذا اليوم. من الأردن إلى العالم، تجربة جديدة عبر واقع افتراضي، لم تعهد أن تشاهد هذا المدرج يعني بهذا الشكل خالي من الناس سواك، يعني وأنت تتعامل مع أشخاص هم يرونك لكنك لا تراهم، كيف كانت هذه التجربة؟ فعلا تجربة يعني فريدة من نوعها حقيقة. يعني احنا انا على هذا المسرح وفي وسط المسرح، وده اتصور هذا المسرح يعني في طول هذه السنين، احنا نقول الاف السنين، فعلا 3000 اكثر من 3000 سنة. والناس اللي كانوا هناك كانوا يحتضنون، طبعا هم يحتضنون المسرح، والمسرح الروماني معروف بتفاصيل على الأقل الهندسية، يعني هذا بنقطة في وسط المسرح، كان يعني إذا واحد وقف في وسط المسرح في هذا الدائرة بالوسط ويتكلم، هذا المسرح كله يسمعه. فكنت من هذا الأجواء الحقيقة اللي كانت هي بالخيال، الفكرة صارت من فترة طويلة حقيقة، وكنا نتمنى أنه ننفذ الفكرة بأقرب وقت حقيقة. وطبعا اللي سعى على هذا الموضوع هو محمد المدفعي ابني. وفعلا استاذ الهام، ليش تاخرت هالفكره؟ يعني انتم كنتوا اعلنتوا انها ستقام منذ نهايه مارس الماضي، لكنها للتو رات النور، ليش تاخرت هالفكره؟ يعني مع انه في فنانين كثير يعني قاموا بهذه الفكره وتواصلوا مع جمهورهم من خلف الشاشات عبر هذا الواقع الافتراضي، والذي فرضه علينا ايضا فيروس كورونا على كل العالم. نعم، هي الحقيقه الظروف اللي فتنا بها ما كنا متوقعين، صحيح، ولا احد كان. يعني احنا طبعا في الاردن اللي كان من بدايه الدول اللي اهتم بموضوع اللي فتنا به اللي والحجر الصحي وكذا، يعني هذا كان فعلا فعال، واليوم احنا نجني ثمار هذه العمليه الجباره. يعني الأردن من أقل الدول اللي فيها مثلا طيب في نسب إصابات أقل.
طيب سيد الهام، كيف شفت ردود فعل الناس أيضا على هذه الحفلة الأونلاين؟ كيف شفت أيضا أو هل أيضا قرأت ردود أفعالهم وأيضا التعليقات التي كتبت في اليوتيوب في قناتك الخاصة؟ فعلاً كان رد فعل يعني أكثر مما أتوقعني، وطبعاً أكيد من أصدقاء ومن أسامي حلوة. طبعاً الظروف شوية ساعدتنا، ويعني العيد صادف في قبل بيوم، فالناس كلها على الأقل بسمة وفد ضحكة إن كنا نحاول نوصلها إلى كل وفي ليلة عيد أيضا. هل يمكن تكرار هذه التجربة أستاذ الهام؟ تتوقع ممكن تكررها التجربة يعني؟ أكيد فعلا، يعني هذه الشيء احنا بالنسبة لنا فيها نجاح، الشيء اللي كنا نريده صار. فاليوم احنا نفكر في الشيء القادم، يعني وكيف انه هذا المسرح ممكن يحوي فنانين من كل العالم اولا، واثنين انه في قدسية المسرح وال يعني الموقع هذا وبوسط هذه الأحجار اللي صار لها كذا سنين. أنا أشكرك جزيل الشكر، شكرا لكل هذا الوقت الذي منحتنا إياه عبر سكايب من عمان الموسيقار إلهام المدفعي، شكرا جزيلا لك.